يعني الإنسان اللي بيحاول دائما يعني يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة يتقرب في هذه في شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر بيحاول يجتهد يعني في القيام وغير الصيام طبعا، وخاصة بالأخص يعني تحديدا ليلة 27 اللي هي يعني إن شاء الله تكون ليلة القدر. هي الإنسان بيحاول دائما يجتهد ويكون له نصيب إن شاء الله في الاعتكاف في المساجد. يعني ان شاء الله الاعوام القادمه، يعني العام هذا ان شاء الله بنكون لنا اعتكاف في المساجد في غزه زي الاعوام القادمه السابقه، لكن ان شاء الله العام القادم نتمنى يكون في باحات المسجد الاقصى ان شاء الله محررين. استعداد إن شاء الله راح تكون مباركة وقوية بعزيمة هذا الشعب المبارك. يعني هذه الليلة المباركة نسأل الله أن تكون يعني ليلة مباركة على جميع الشعب الفلسطيني، إن شاء الله راح نقضيها في المسجد الأقصى المبارك محررين مكبرين مهللين بإذن الله عز وجل. ونسأل الله يعني أن تكون هذه العزيمة عند أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بإذن الله عز وجل.